افتتاح الطوابق الإلكترونية المحافظة واستكمال مفهوم مراكز التطوير التكنولوجي في مراكز المحافظة. ومن هنا تظهر الحالة الملحة إلى التنسيق بين البوابة الإلكترونية الجامعة الرسمية والبوابة الإلكترونية المحافظة لإمدادها بأحدث التقنيات التي تهدف إلى زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة. طبعا احنا عقدنا النهارده مؤتمرنا الدولي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربيه بعنوان دور البوابه الالكترونيه في تطوير العمليه التعليميه والبحثيه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه. طبعا البوابه الالكترونيه دي واجهه الجامعه، دي بتعرض كل الاخبار اللي بتتعلق بالجامعه، سواء كان ما يتعلق بالتعليم، ما يتعلق بالبحث العلمي زي ما انا قلت، ما يتعلق بخدمة البيئة، ففي محتوى إخباري كامل. احنا طبعا أهمية البوابة مش تحقيق هذه الأهداف وبس، البوابة الإلكترونية خلي بالك بترفع من تصنيف الجامعة. يعني أنا عاوز مثلا أهتم بالنهوض بجامعة بني سويف فبيبقى لنا تصنيف على دول العالم. من ضمن المؤشرات اللي هي بتساهم في التصنيف تطوير البوابة الإلكترونية. أنا يمكن وضحت النهاردة، يمكن إحنا في جامعة بني سويف جامعة وليدة ترتيبنا، يمكن أنا مش طبعا عاجبني، هو ترتيب 8500 من 20,000، لكن أنا أصلا إن شاء الله لازم نكون من ضمن 100 الأوائل، وده اللي إحنا إن شاء الله حطينا خطة استراتيجية لتحقيق هذا الغرض. أنا درست إيه جميع المكونات الخطة الاستراتيجية ومتابعة أدائنا، أنا لقيت عندنا نقطة ضعف، هو نشر ملخصات أبحاث الدكاترة عندنا اللي هم بيترقوا بيها في البوابة الإلكترونية. النقطة دي إحنا واخدين نسبة ضعيفة جدا من 20. أنا لو ساهمت أو عن طريق إن أنا ألزمت زملائنا أعضاء التدريج بنشر ملخصات أبحاثهم ممكن أزيد 20 درجة، ممكن أوصل ل 98% اللي هو تقدير امتياز اللي حقق الغرض إن شاء الله. ده إحنا إن شاء الله إدارة الجامعة تعكف على متابعة الأداء والتخلص من العيوب اللي عندنا، وطبعا وتحسين الأشياء الإيجابية اللي عندنا إن شاء الله، بحيث نوصل للهدف اللي احنا نبقى وسط 100 تصنيفنا، يعني ان شاء الله كمرحلة أولى.